في سقارة مدينة الأموات الواقعة على أطراف القاهرة وأمام أقدم هرم في العالم، عالمة الآثار المصرية علا العجيزي تستكشف مدافن جنرالات رمسيس. أحب عملي الذي أقوم به، أحبه حقاً. تحتاج إلى جنود أوفياء لتحكم إمبراطورية مترامية الأطراف، وبهذا تأمل علا أن تعرف كيف كافأ رمسيس من سانده أثناء صعوده إلى السلطة. تنتشر في هذه المنطقة مدافن عائلية، من الواضح أنهم جميعاً أقارب، إنها أحجية بحق. بدأت الجدة علا دراستها لعلم الآثار منذ 50 عاماً بدافع حبها للهيروغليفيات، وأمضت آخر 15 سنة باستكشاف هذه المدافن القديمة، وقامت بذلك مع الفريق الموثوق ذاته الذي عملت معه. كل يوم نأتي فيه إلى هنا نجد مفاجأة والكثير لنستكشفه. في هذا الموسم تستكشف علا هيكل مدفن مذهلا يعود هذا الضريح إلى كبير قادة الجيش القائد إيورخي. عرف إيورخي بكونه أحد أهم جنرالات جيش رمسيس الثاني، ولهذا السبب أنا مولعة ببعثة التنقيب الخاصة بهذا الضريح هذه السنة. علماء الآثار يظنون أن إيورخي وعائلته من سوريا أتوا إلى مصر بحثاً عن حياة أفضل. تقبله المجتمع المصري بسرعة شديدة، حيث خدم كجنرال في قوات والد رمسيس سيتي الأول، وأصبح لاحقاً الساعد الأيمن لرمسيس ذاته، وحارب إلى جانب الفرعون كما قاد الجيش. عندما توفي إيورخي دفن في مقبرة ضخمة مصممة على الطراز المصري. إذن كيف كافأ رمسيس أكثر من ساهم في نجاحاته؟ ولمعرفة ذلك ينقب فريق علا في منطقة شمال الموقع، آملين كشف الغموض الذي يلف جنرالات رمسيس والغريب الغامض إيورخي الذي ائتمنه رمسيس كفاية لدرجة قيادة جيشه. وفي موقع الحفر وجدت جهود علا نفعا في نهاية المطاف. وأثناء تنقيب الفريق لمدفن إيورخي اكتشف هوة محفورة في الصخر على عمق 8 أمتار تقود تلك الحفرة إلى ردهة صغيرة تحتوي حفرة بعمق 12 متراً تقود إلى ما يبدو أنه حجرة ضريح إيورخي. وجدها الفريق فارغة ولا أثر لأي أدوات دفن أو توابيت أو حتى مومياوات، ولكن بعدها اكتشف الفريق في الأعلى ما يمكن أن يكون واعدا، كان ذلك جدار الردهة الذي يبدو أنه تصدع بفعل الزمن. فما الذي يمكن أن يخبئ وراءه؟ أحتاج لمعرفة كل جزء من المدفن، وما إذا كان هناك ضرائح أخرى أيضاً لابد من أن أعرف. اليوم ستدخل علا إلى الردهة للمرة الأولى، ولكي تصل إليها لابد أن تنزل حفرة محفوفة بالمخاطر عمقها 8 أمتار بطريقة قديمة باستخدام رافعة خشبية تعمل يدوياً. أترون كم كانوا أقوياء؟ يجب على العمال إنزالها بحذر في دلو كبير. أنا معتادة على ذلك ويعجبني. أوه يا للعجب!